سلام يا شباب، يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم. حلقة جديدة، عملت عدة حلقات بتناول مواضيع عن كندا وأستراليا والهجرة والهاي وشو الصعوبات وشو المشاكل. كتير جتني أسئلة عن ناس عم تسأل عن الهجرة وعم تسأل كيف انها تهاجر وحالات، واللي بكتب لي الكيس تبعه. برجع أحكي يا جماعة، أنا للأسف مش كونسلتنت، أنا مش immigration consultant، ما بعرف في القوانين اللي بتتغير، ما بعرف في كتير مشاكل، في شغلات كتير وأساليب أنا يمكن ما بعرفها. أنا طريقة الهجرة اللي جيت فيها تختلف الآن عن الإميجريشن سيستم اللي موجود الآن، بس عشان أحاول أساعد الناس هدول بقدر ما أستطيع، يعني بالقدر اللي بستطيعه. بدي أدخل على الموقع وأدخل أنا وياكو ستيب باي ستيب، وورجيكو كيف تقدروا تشوفوا شو اللي موجود على موقع الهجرة الكندي، لأنه هو الموقع الأساسي اللي ممكن تعتمدوا عليه. وأي واحد بعطيكو نصيحة تطلع خطأ، للأسف أنتوا بتتحملوا عاقبتها. قانونيا أنا ما بقدر أعطيكو أي نصيحة، ممكن نصيحة أخوية هيك بينو بينكو يس، بس قانونيا ما بقدر أعطيكو نصائح أنكم تعتمدوا عليها في الهجرة والبروسس تبعكو. عشان هيك لازم تكونوا لامين بالقوانين أنتوا، وتستشيروا ناس ذوي خبرة. برجع بحكي هذا الفيديو بس عشان يعطيكو إلمام في موضوع شو اللي موجود على موقع وزارة Citizenship and Immigration كندا. خليكم معنا. مرحبا، يعطيكم العافية. بدنا نبدأ الآن نشوف الموقع، نكتب CIC Citizenship and Immigration Canada، هي أول واحد. هذا الموقع عادة بيسألك بدك بالإنجليزي ولا بالفرنسي، إذا بدك تغير الفرنسي هون زي ما انتم شايفين في أعلى الشاشة. أوكي، هذا الموقع بشكل عام. هون My Application، إذا أنت مقدم على Application already بتشوف قديش البروسيس، قديش لازم تدفع وقديش دفعت وقديش باقي. هون immigrate، هذا اكتر اشي بدنا نحكي عنه خلال الحلقات هاي، سلسلة راح تكون. بعدين study، اذا بدك تيجي تدرس في كندا. new immigrants، هدول القادمين الجدد شو كيف يسووا، شو دخلوا، هذا حنحكي عنها يمكن في اخر حلقات. refugee assembly، هذا بيجي اسئلة كتير عليها، بدنا نحكي عنها كيف you claim refugees according to جو موجود في هذا الموقع. طبعا تحت هو الشغلات الأساسية. visit، إذا هذا بدك تيجي بس زيارة على كندا، بدك تزور أحد، هذا يمكن أسهل فقرة. work، إذا بدك تشتغل، لقيت عقد عمل بدك تشتغل. هون عشان تقدم على citizenship، هذا طبعا آخر مرحلة لما تصير لما تيجي وتدخل بعد 3 سنوات الآن بتقدر تقدم على citizenship. وهون للكنيديان، هذا إذا بدي أخذ passport والشغلات هاي. هاي الشغلات enforcement and violation، هاي إذا شغلات في أخطاء مسوينها. هلأ في الحلقة الأولى مش هحكي عن هدول بالتفاصيل، في الحلقات القادمة حنبدأ نحكي عن كل واحدة، بس في الحلقة الأولى حورجيكو بشكل عام كيف تدخلوا على شغلة to translate. أول شغلة بتروحوا على الباركود تبع العنوان، بتعملوا له كوبي أوكي، وبتدخلوا على شغلة على جوجل، تكتبوا translate web سايت اوكي، بيطلع لك جوجل ترانسليت. هون بتحطوا الويب سايت نفسه اللي بدكم تترجموا، طبعا سوري من الانجليش، انجليش لا نحكي العربي، عربيك اوكي. هيك بدا يترجم لك الموقع نفسه، يعني بكل سهولة الآن تقدر تترجم الموقع وتقرأ أكثر. يزور، هاجر، طبعا الترجمة مش راح تكون 100%، لكن ممكن أنتوا تقدروا تتعلموا أكثر وتقرأوا. تابعونا في الحلقات القادمة، حنحكي عن كل واحدة إن شاء الله، ونراكم ويعطيكم ألف عافية. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.